الدرك الوطني هذا الكلام اللي رده الشعب ماشي انا ما الا ناطق باسم ناطق فقط ماهيش مسؤول التلاميذ انا عندي خمس ولاد يقراو عندي خمس ولاد يقراو ما عنديش 900 انا ناطق فقط قال لك القرار النهائي اللي سمعتوه واللي ثيت على ما سمعتاكم هذا هو استمرار الاحتجاج حد صدور وثيقه رسميه من الوالي وذلك بمشروع استئجاري وتحديد مع تحديد مهله الاحتجاج من بعد ما باذن الله اللي ما بداش المشروع ما بان والو يعاود احتجاج من جديد حنا غير وثيقه ما قلنا والو ما قلنا ماشي حاجه كبيره كما السيد الرئيس الدائره جابها لنا بتليفون وفاكس يجيبها لنا بتليفون وفاكس ما طلبنا لا شيء وانا غير الشيء اللي قالوا الاولياء راني ننقل فيه هذا ما كان والله دخلهم ضروا ماشي انا دخلهم قال لك نجيب ولادنا دروك يقرا هذا ما كان وثيقه انا ولادي مضايعين السيدة المديرة انا ولادي مضايعين انا انا قريت وشدت والاغلبيه هنا اساتذه ومتخرجين ما قليش واحد لاغال مسكين انا عارفين الوضع بس احنا ننقل الشيء اللي قالوا الاولياء هو ان لا دخول الا بوثيقه رسميه والله يجيو دروك يقرا مشي انا اللي نقول مشي انا اللي نقول نروحوا مشي انا اللي نبدل عاسيدي روحوا هضروا مع الاولياء والله ما تسكوا والله ما انا لو كان قلت حاجه من غير هذه نتصور برا نتصور برا ها يحفظوا قيم الدرك الوطني ولادنا تهمشوا سبحان الله هذا كان انا ممثل اللي ما بغيش ممثل لجمعيه اولياء التلميذ ما نديروش خلوكم تتصادموا مع الشعب وتصرى مشاكل كانوا باغيين يحبسوا الثانويه وترجيناهم وحاولناهم الثانويه ما تحبسوهاش على خاطر راه فيها مراهقين والمراهقين هذ ما يفهموهاش بالاحتجاجات المتوسطه اخرى الله واللي تكسروا مشاكل حنا تفادينا هذا الامر ورحنا غير حنا شاعر رحنا الابتدائيات راحوا هما الابتدائيات على بال واش على خاطر العام الجاي ما عندهمش وين يقراوا